أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مواصلة تطوير الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، منوها بما تلقاه هذه الشراكات من اهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، مشيدا سموه بإسهامات قوة دفاع البحرين في التحالفات الدولية بما يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله يرافقه سمو الرائد الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى مقر وحدة الإسناد البحري الأمريكي بالمملكة بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث كان في استقبال سموه الفريق بحري جيمس مالوي قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس. وبعد أداء التحية البحرية العسكرية لسموه ترحيبا بوصوله، قدم لسموه إيجاز عن مهام ودور الأسطول الخامس الأمريكي في المنطقة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ونوه سموه بالدور الذي يطلع به الأسطول الخامس في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والذي ينعكس على السلام العالمي، مؤكدا سموه أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وضرورة التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في تحقيق الأمن البحري والإقليمي وحركة التجارة.